أحسن الله إليكم من أسئلة السائلة من سوريا، تقول في شهر رمضان فضيلة الشيخ تنقل لنا صلاة التراويح، ونشاهد البعض من الناس يكثرون من الحركة في الصلاة، فما التوجيه لهم؟ وهل تؤثر الحركة على صحة الصلاة؟ الحركة من غير حاجة بل هي من باب الغفلة والعبث تؤثر على الصلاة، لأن المطلوب الخشوع في الصلاة وهو السكون والطمأنينة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الحركة تدل على عدم الخشوع، وأما السكون فإنه يدل على الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. يجب ترك الحركة إلا إذا كانت لحاجة، فتباح بقدر الحاجة. نعم.